الثالث الأمر الثالث يقول إلى يوم الوقت المعلوم ورد فيه عن الصحابة الكرام وعن أهل بيت النبوة وجدهم الرسول الأمين عليهم الصلاة والسلام أنه وقت وعصر ظهور المهدي وعيسى والدابة وتحقق الرجعة لمن يشاء الله من عباده. ونذكر عدة شواهد على أن الوقت المعلوم هو وقت الظهور، هو عصر الظهور، هو عصر المهدي عليه السلام. في المعجم الأوسط للطبراني باب الألف من اسمه أحمد، وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، في مجمع الزوائد للهيثمي، وفي الدر المنثور لجلال الدين السيوطي عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها يخر إبليس ساجدا ينادي: إلهي مرني أن أسجد لمن شئت، فتجتمع إليه زبانيته فيقولون لسيدهم: أو يا سيدهم، يعني أنت سيد المخلوقات، أنت سيد الكون، أنت إله الكون، أنت الرب، أنت الشاب، أنت الأمرد، أنت الوفرة القطاط، لا نعرف كيف سيتحدثون، ما هي العبارات والعناوين التي ستستخدم، فيقولون يا سيدهم، يعني أنت سيدهم، كيف تسجد لهم، فيقولون يا سيدهم ما هذا التضرع، أو محتمل أن يكون فيقولون لسيدهم ما هذا التضرع، لكن الموجود في الأصل في النص فيقولون يا سيدهم ما هذا التضرع، فيقول إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم، وهذا الوقت المعلوم. لاحظ هذا إذا طلعت الشمس من مغربها، يتحدث عن علامات الظهور، يتحدث عن عصر الظهور، يتحدث عن اليوم الموعود. إبليس يقول وهذا الوقت المعلوم، يقول إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم. التفت، يقول بعد هذا تخرج، يقول ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا، فأول خطوة تضعها بأنطاكية، ثم يأتي إبليس فتلطمه. التفت جيدا، يعني الوقت المعلوم هو قبل خروج الدابة، تظهر الدابة والوقت المعلوم موجود، الوقت المعلوم متحقق، طلوع الشمس من مغربها يتحقق، تطلع الشمس من مغربها، هذه من علامات الظهور، من عصر الظهور، من اليوم الموعود، من علامات الساعة، تطلع الشمس من مغربها يخر إبليس ساجدا ينادي، وتجتمع زبانية إبليس ويقولون لسيدهم أو يخاطبون سيدهم: يا سيد الكون، يا إله الآخرين، ما هذا التضرع، فيقول إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم. لاحظ بعد هذا حدد الوقت المعلوم وصار السجود في الوقت المعلوم، بعد هذا يقول خلال الوقت المعلوم يقول ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا، فأول خطوة تضعها بأنطاكية ثم تأتي إبليس فتلطمه.